قال ابعاد بلند او ذو الفقار فني، اذا فني هو برايي يقول لك 3 سنوات، العفو يقول لك ما عندي اي يعني ما عندي هذا صريح. اذا يعني وجهي خالد نفسه بنفسه، يعني انا صارت 3 سنوات اعمل على منتخب ما اقدر اعمل مهاجمين صريحين، مستحيل. مواهب ما شاء الله موجوده بكل المحافظات. انت اي لاعب تقدر تشتغل عليه بثلاث سنوات، حتى لو هو طبعًا ممكن بثلاث سنوات تصير مهاجم، على اعتبار تبدا تعامل فئه عمريه صغيره تستوعب اكثر من العمر الكبير. لا هو مهاجم كابتن، هو الكابتن عماد مهاجم، مهاجم قدوه مو مهاجم عادي. خطوات الاتحاد